طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع الأيام، ميليشيا الحوثي تقول إن خبراءها الذين زرعوا الألغام في الحديدة ماتوا. ومن موقع المصدر أونلاين، الحكومة تنفي انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة. ومن أخبارنا المنوعة، الشرطة الألمانية تتدخل لإرضاء طفل غاضب بسبب هدايا العيد. كشف مصدر خاص لصحيفة الأيام أن جماعة الحوثي أبلغت رئيس اللجنة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت بأن الجماعة فقدت كل المخططات العسكرية التي بموجبها زرعت الألغام والعبوات الناسفة في الحديدة ومداخلها وعلى الخطوط الهامة التي تربط المدينة بمحافظات أخرى. وعنونت الصحيفة: الحوثيون مخططات الألغام مع خبراء وقيادات قتلوا في الحرب. وقال المصدر أن الحوثيين أبلغوا اللجنة الأممية بأن خبراءهم العسكريين الذين رسموا المخططات وزعوا حقول الألغام قتلوا جميعهم خلال المعارك الدائرة في الحديدة، وأنه يستحيل تحديد أماكن الألغام بدقة. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحوثيين كشفوا لرئيس لجنة المراقبة أنهم فقدوا كثيرا من أفرادهم بسبب الألغام التي زرعها خبراءهم، ثم قتلوا أو جرحوا ونقلوا إلى أماكن أخرى. وأفاد ممثل الحوثي بلجنة المراقبة أن انشغال قيادات الجماعة بالحرب ألهاهم عن المتابعة والاحتفاظ بالمخططات الخاصة بالألغام، ولم يدركوا ذلك إلا بعد أن قتل العديد من المهندسين والفنيين المختصين بهذا المجال. غادرت خمس عربات تقل المسلحين الحوثيين من الميناء، فيما تبقى عدد من عناصر خفر السواحل التي تشكلت خلال اليومين الماضيين من مسلحي الجماعة، غير أنهم ارتدوا الزي الرسمي فقط. وفقا لموقع المصدر أونلاين، الحكومة تنفي انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتقول إن ما حدث التفاف على الاتفاق. وعن كيفية التلاعب في عملية الانسحاب، قال مصدر خاص إن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت سلم مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء الأول من يناير تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم. خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي الجنرال الهولندي عدم القبول بأي إجراء أو إجراءات أو تصرفات أحادية، وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعا. وأكد المصدر أن تصريحات الحوثيين حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة لالتفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق. عبد الحفيظ الحطامي يكتب عن ما حدث هناك وإلى أين تتجه الهدنة المعلنة، ويضيف في مقال نشره موقع التغيير نت: سأبتعد عن لغة الأرقام التي وردت في التقارير التي رصدت خروقات الميليشيات منذ بدء سريان الهدنة ووصول باتريك للحديدة، والتي تجاوزت 350 اختراقاً. في اليوم الأول التقى باتريك إدارة ميناء الحديدة، بينما نقل الحوثيون في ذات التوقيت جرافات من داخل الميناء لاستخدامها في مزيد من حفر الخنادق والأنفاق، بعد أن كانت مقاتلات التحالف قد دمرت معظم أدوات الحفر تلك. حركت الميليشيات السلاح الثقيل داخل أحياء مدينة الحديدة بعد أن كانت مرصودة من قبل مقاتلات التحالف. استخدم الحوثيون المزيد من الأسلحة من مخازنهم شمال الحديدة، ومنها مدرعات ودبابات ومدافع الهاوزر. تمكنت الميليشيات من نقل عربات صواريخ بلاستية من داخل مدينة الحديدة إلى مناطق خط الحديدة حرض باتجاه المناطق المتاخمة للحدود السعودية في مناطق مزارع وادي مور، مستغلة توقف تحليق الطيران. قتلت الميليشيات بقذائف الهاون والألغام في مديريات حيس والتحيتة والفازة والجاح والجبلية والدريهمي وقرى كيلو 16 قرابة 8 مدنيين، وأصابت 22 آخرين معظمهم أطفال ونساء. باتريك الذي ترسم له الميليشيات طرقا ضيقة في مدينة الحديدة لتفادي رؤيته حجم الدمار الذي أحدثته الميليشيات في هذه المدينة المنكوبة،
ما يجب أن يعرفه باتريك بأن المطعم الذي يتناول فيه وجباته كانت الميليشيات أغلقته ووضعت أمامه حاويات قبل 3 أيام من مجيئه للحديدة لتعاود إزالته بعد أن دفع صاحب المطعم 2 مليون ريال مقابل ذلك. أما الحقيقة الكارثية والصادمة، قيام ميليشيات الحوثي ومنذ اتفاق ستوكهولم وحتى اليوم بحشد وتجنيد ما لم تقدر عليه خلال الأعوام الماضية، مستخدمة عقال الحارات للتجنيد بدافع أن المجندين ستسند لهم مهمة استلام الميناء وستصرف لهم رواتب بالدولار من الأمم المتحدة، مستغلة حاجة الناس للمال بعد أن استبدت بهم الحاجة والمجاعة. ولا يعرف هؤلاء المغرر بهم بأنهم وقود لمعركة مؤجلة تخطط لها الميليشيات. يتحدث موقع صحوة نت عن واحد من المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي والذي أدخلته الميليشيا إلى سجونها بكامل صحته وخرج منها بعد دفع مبلغ مالي كبير من قبل أسرته، ولم يمر وقت طويل حتى توفي. وعنون الموقع: الضحية رقم 11 بالمحافظة، وفاة مختطف جراء تعذيب في سجون الحوثيين بإبه. قالت مصادر محلية للصحوة نت إن ميليشيا الحوثي الانقلابية مارست عمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة تجاه المختطف الشاب محمد عبد الله ناجي الزهري من أبناء عزلة الأزهور بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إبه. وأضافت المصادر أن الشاب فارق الحياة نتيجة تدهور الوضع الصحي والنفسي بعد أن احتجزته ميليشيات الحوثي في سجونها عدة أشهر ومارست عليه أصناف التعذيب الجسدي والنفسي. وتتحدث المصادر عن قيام ميليشيات الحوثي في إبريل الماضي بخطف الزهري في نقطة رداع واتهامه بأنه من الموالين للشرعية، ومارست ضده عمليات تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي. وبعد دفع الفدية المالية ظل يعاني من أمراض عدة لم يصب بها إلا بعد خطفه وأثناء بقائه في السجن وعقب خروجه منها، وجعلته في حالة صحية سيئة للغاية، لم يعش بعدها إلا أسابيع تاركا خلفه أسرته الفقيرة التي كان يعيلها. تعويم عربي ومظلة إيرانية، تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله في صحيفة العربي الجديد. يبدو أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير دمشق ولقاءه فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد لم تكن اعتباطية أو فردية، بل جزءا من عملية منسقة لفتح باب التطبيع مع النظام السوري وتكريزه منتصرا في حربه على شعبه. إذ بات واضحا أن قرار خرق الحظر العربي على دمشق لم يكن مرتبطا بمزاج البشير المهتم بارتكاب جرائم حرب بلقاء نظير له يحمل الاتهامات نفسها، بل كان بالون اختبار لقياس رد الفعل قبل أن تدخل دول عربية أخرى إلى ساحة التطبيع مع الأسد. السؤال الأساسي اليوم هو عن الغاية من هذا الانفتاح المفاجئ، وما الأهداف التي دفعت هذه الأنظمة إلى إبداء الرغبة في إعادة احتضان الأسد ووفق أي شروط؟ مبدئياً لا بد من التسليم أن هذه الخطوة من الأنظمة العربية وتحديداً الإماراتية ولاحقاً السعودية ما كانت لتصير من دون ضوء أخضر أمريكي، وهو ضوء أوضحه الرئيس دونالد ترامب حين أشار بوضوح إلى أن السعودية وأكيد حلفائها ستتولى تمويل عملية إعادة الأعمار في سوريا. المحاولة الأمريكية العربية لإبعاد النظام السوري عن إيران ليست الأولى من نوعها، غير أنها بدأت اليوم بخطوات عملية، لكن ذلك لن يضمن لها النجاح، وبالتالي فإن الخروج الإيراني المباشر في حال كان النظام السوري قرار فيه لا يعني انتهاء النفوذ الإيراني في سوريا، خصوصاً أن نماذج العراق ولبنان واليمن ماثلة في الأذهان. فالحشد الشعبي وحزب الله وأنصار الله، الفصائل العراقية واللبنانية واليمنية تمثل أوان إيرانية في هذه البلدان، وهو ما سيحدث اليوم في سوريا بالتأكيد. وعليه إذا كان الرهان الأمريكي استخدام الأموال العربية لفك ارتباط النظام السوري مع إيران فهو رهان فاشل مسبقاً، خصوصاً أنه لا ناقة لهذا النظام ولا جمل في قرارات مصيرية داخل بلاده، ولن يكسب غير التعويم العربي تحت مظلة إيرانية. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقريرها الخاص إن أبو العباس أمير الحرب اليمني الموضوع في قوائم الإرهاب لا يزال يتلقى ملايين الدولارات لمقاتليه من أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط الإمارات العربية المتحدة، مما يقوض أهداف مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن.
وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية الذي ترجمه موقع يمن مونيتور، قال أبو العباس في مقابلة نادرة هذا الشهر في منزل يخضع لحراسة مشددة في مدينة عدن الجنوبية: التحالف ما زال يؤيدني، إذا كنت حقا إرهابيا كانوا سيأخذونني للاستجواب. وقالت ريبيكا ريبيريتش المتحدثة باسم البنتاغون في تعليقها على استمرار تسليح أبو العباس: نحن على علم بهذا التقرير ونسعى للحصول على معلومات إضافية. ولفتت الصحيفة إلى أن أبو العباس هو الآن في صراع ضد وكلاء التحالف الآخرين من أجل التأثير في تعز، وأعداؤه الرئيسيون هم الميليشيات المتحالفة مع حزب الإصلاح، وهو حزب إسلامي تنظر إليها الإمارات كجناح راديكالي للإخوان المسلمين ويهدد طموحاتها في جنوب اليمن. يقول نيكولاس هيريس خبير الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: لقد أصبح رجلا لا غنى عنه لدولة الإمارات في اليمن. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية حديثها عن ميناء الحديدة، حيث قالت الصحيفة: تعتبر مدينة الحديدة عقدة استراتيجية في النزاع اليمني، فهي واقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وتحاصرها القوات الحكومية والحلفاء المحليين للتحالف العربي بقيادة السعودية. وتفيد الصحيفة أن أحد قادة المتمردين أعلن عن انسحاب الحوثيين. وتتابع الصحيفة: مدينة الحديدة تعتبر الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية والواردات التي يعتمد عليها بقاء سكان البلاد الذين تأثروا بشدة بما تصفه الأمم المتحدة بأنه أخطر أزمة إنسانية على كوكب الأرض. تجمع سكان وزائرون في تايم سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية عند آلة تمزيق أوراق للتخلص من ذكرياتهم غير السارة خلال عام 2018، وذلك في فعالية رمزية سنوية تقام للعام 12 وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: سكان نيويورك يودعون عام 2018 بتمزيق ذكرياتهم السيئة. وقالت الصحيفة: شارك العشرات في الفعالية ومزقوا وثائق متعددة تحمل ذكريات سيئة من مدفوعات لأقساط رهن عقاري مرتفعة وفواتير كهرباء، فضلا عن بيانات مكتوبة تنم عن أعمال سيئة. كما مزق البعض رسائل وداع لقشرة الشعر والتفكير السلبي والعنف المسلح والعنصرية والسجارة الإلكترونية وغير ذلك في نهاية العام. وفاد تايم توم كينز رئيس ائتلاف تايم سكوير الذي أسهم في تنظيم الحدث بأن تمزيق هذه الذكريات السيئة هو أسلوب مدينة نيويورك لتطهير النفس. اتصل طفل في 9 من عمره بالشرطة الألمانية ليشكو لها استياءه من الهدايا التي تلقاها في عيد الميلاد، ما دفعها لإرسال عناصر إلى منزله للتدخل بحسب مفوضية الشرطة المحلية. وأبلغ الفتى الشرطيين بأنه لم يتلقى الهدايا التي كان أبدى رغبته بالحصول عليها في عيد الميلاد، وعنونت صحيفة الحياة اللندنية: الشرطة تتدخل لإرضاء طفل غاضب بسبب هدايا عيد الميلاد. وأوضح متحدث باسم الشرطة في تصريحات أوردتها صحيفة محلية أن العناصر وصلوا ورأوا الفتى في حالة من الغضب الشديد، وأضاف أن الشرطيين استفادوا من حالة الهدوء على صعيد المهام المنوطة بهم وقرروا خوض هذه اللعبة، إذ تفحصوا القائمة الأساسية وقارنوها مع الهدايا المقدمة وأجروا وساطة عائلية. وتابع: نجحوا أخيرا في فض هذا الإشكال بعدما عللوا للطفل ما حصل بالتباس حصل لدى سانتا كلوز بين قائمة هداياه وتلك العائدة لطفل آخر. هل هو شرق أوسط ما بعد الولايات المتحدة؟ تحت هذا العنوان كتب اللبناني بهاء أبو كروم مقاله في جريدة الحياة اللندنية، مضيفا في فقرات من المقال: لا شك في أن نظام المصالح الأمريكي لم يتغير مع إدارة دونالد ترامب، لكن ربما أصبحت تعبيراته أكثر علانية وفجاجة من الإدارات السابقة، إذ كل المبادئ المصلحية لحركة القوات الأمريكية في المنطقة
رسمت ملامحها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وليس الآن. والكارثة الأكبر كانت في الانسحاب غير المنسق من العراق والذي أتاح لإيران وضع يدها عليه. لقد أعاد قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا التذكير بعدد من الخطوات التي قامت بها الإدارة الأمريكية وصبت في صالح خصومها التقليديين بشكل يعاكس مصلحة الحلفاء الحقيقيين للولايات المتحدة. اليوم تكتسب الأخطاء الأمريكية أبعاداً مختلفة مع وجود روسيا في قلب المنطقة، وهي التي تستعد لملء الفراغات الناجمة عن تلك الأخطاء في ظل نزعة ترامب لإحالة الأكلاف المادية والبشرية على غيره من القوى الموجودة في قلب الاشتباك الإقليمي في سوريا، أقله على الصعيد المعنوي الذي تبحث عنه تكوينات المنطقة، في ظل مصداقية مقبولة ركمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كل سلوكه وتحالفاته الشرق أوسطية، وذهبت به إلى حد تورط عسكرياً في حروب مباشرة لحماية أصدقائه. المصداقية الروسية تجاه دول وأنظمة وطوائف أو فئات في المنطقة تتقدم على التذبذب الذي تعتمده الولايات المتحدة في سياستها الإقليمية، وذلك حتى لو بدأ أن الانسحاب من شرق الفرات إنما يحضر لما هو أبعد في المستوى الاستراتيجي، والذي قد يطال التمدد الإيراني برمته ويخدم مصلحة حلفائه من زاوية تزخيم العقوبات الاقتصادية التي بدأت تنهك طهران باعتراف قادتها. 20 صورة تنوعت بين توثيق لآثار التسونامي في إندونيسيا واحتفالا برأس السنة في الموصل، ولحظات لمهاجرين التقطتها عدسات المصورين الصحفيين خلال أسبوع، وقد نشرتها صحيفة الجارديان، نستعرضها لكم في هذه الفقرة. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها صحف نتابع. وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.